اتفاقية الشراكة هذه بين مؤسسة العمران والمجلس البلدي لمدينة الخميسات تهدف إلى القضاء على ما تبقى من دور الصفيحة من خلال البرنامج الجديد لتأهيل المدينة. إطار برنامج لتأهيل مدينة الخميسات، وهو برنامج ضخم قيمته مليار درهم، وتساهم فيه في إطار برامج سياسة المدينة عدد من الأطراف الأخرى والوزارات الأخرى من أجل إعطاء رونق جديد لمدينة الخميسات. إعادة تأهيل مدينة الخميسات وتحويل ما تبقى من الأحياء الصفيحية فيها إلى دور مبنية بالإسمنت الصلب من شأنه منح المدينة رونقا جديدا. وزارة السكنة وسياسة المدينة هي الشريكة يعني الفعالة والأساسية والمنتجة يعني بالنسبة للبلدية على أساس وهو القضاء عن دور الصفيح جميعا في مدينة الخميسات. بهذا المشروع تصبح مدينة الخميسات في المرتبة 53 ضمن قائمة مدن بدون صفيح هذه السنة. الاتفاقية الجديدة من شأنها إعطاء دفعة جديدة للمدينة رغم الإكراهات البنيوية والتنظيمية.